تكنيكال كيس ونجي فور البراكتس نفكر مع بعض شوي نطلع برا المحاضرات اللي ناخذها كيف انت كطبيب ممكن تفكر بهاي المريضه وشو تبحث بهاي المريضه وشو الفحوصات اللي تطلبها لهذا المريضه او المريضه. راح نحكي اليوم عن كيس ديسكشن والاسبوع القادم كمان راح يكون فيها سكند كيس ديسكشن. الان فرضا عندنا مريضه 33 سنة فيميل بيشنت جلت على العيادة بريزنت ذا برايمري كير بروفايدر كطبيب عام كومبلينينج اوف فاتيج تعب ماشي والفاتيج ويكنس ارهاق هذا كومن سيمبتوم بتشوفه في البراكتس المريض ما في عنده تعب عام ايش فيه خير فاتيج ويت جين اما راح يكسب وزن طيب انا في عندي فاتيج وعندي ويت جين دائما دكتور ما في شيء في الميديسين اسمه دايجنوستكس ماشي حط هاي الوضع عندي يعني شيء اسمه ديفرنشال دايجنوستكس اللي بفكر بتشخيص واحد هذا طبيب فاشل لازم تفكر باكثر من تشخيص ماشي اند كونستيبيشن انت راح تمسك ترى في عندي فاتيك ويت جين كونستيبيشن انت لما تفكر في مريضك لان مش كل السيمبتومز اور ويل باثولوجيكال اي واحد فينا بيصيبه فاتيك اي واحد فينا يزيد وزنه اي واحد فينا يصيبه كونستيبيشن ماشي ولكن هذا الشيء ما بيخلي المريض يزور طبيب الا اذا عمل له مشكله دائما نحاول احنا نجمع هذول السيمبتومز في وان دايجنوستس صحيح ماشي بل عندنا فاتيك ويت جين كونستيبيشن شي ستيتس ذات هير ويت هاز جرادولي انكريز اوفر ذا لاست يير ديسبايت نو تشينج ان هير اكتيفيتي اور ايتينج هابيتس. ليش هذا الشيء مهم؟ لأن السبب الرئيسي لزيادة الوزن هو دائماً الأكل، إيتل، ماشي الحال؟ بس يتحقي لك أنا أكلي ثابت، ما تغير أكلي، ما بأكل إشي زيادة ونشاطي والوصف ثابت، ما تغير، أنا مش قاعد بهدار خلال السنة هاي فبالنسبة لنا الويت جين هذا باثولوجيكال أو نوت إكسبلين فبشكل عام، الهدس من هذا الكومنت اللي إحنا حاطينه لما يجيك أي مريض على أي عيادة في عنده زيادة في الوزن اول شيء مخطر في بالك انك تساله عن دايت اكسرسايز دايت اكسرسايز هذا مايك بيكوز فور ويت تشينج دايت و اكسرسايز ماشي ها ما دام عندي تغيير في الدايت ما في عندي تغيير في الاكسرسايز بفكر بالباثولوجيز ممكن تعمل لي ويت جين شو في اشياء ممكن تعمل ويت جين هايبوثايرويدزم غير ديابيتس الديابيتس بيعمل الويت جين الان ديابيتس بيعمل سؤالي واضح ديابيتس بيعمل ويت جين ديابيتس ما بيعمل ويت جين ماشي الحال لكن خلينا نركز مع بعض انا في عندي زياده بالوزن الهايبوثايرويدزم بيعمل زياده في الوزن لان الديابيتس ما بيعمل زياده في الوزن الان الديابيتس ممكن يعمل ويت بلس فقدان في الوزن لانه عماله بيفقد سكر في اليورين بيفقد كالوريز بيفقد انرجي ماشي الحال الدايابيتس ممكن يعمل ويت لوس الاوبيزيتي بتعمل دايابيتس الاوبيزيتي بتعمل دايابيتس بس الدايابيتس ما بيعمل اوبيزيتي نرجع للمريض انا كان عندي ويت جين شو اشياء بتعمل ويت جين ممكن بياخذ ادويه معينه إيتينج حكينا عن الإيتينج وحكينا عن الدايت قلنا إذا ما في هاي المريضة ما عندها دايت وإكسرسايز بروبلمز سوري مين أبوز؟ أنا هاي مريضة 33 سنة كاشينج سيندروم يا جماعة كاشينج سيندروم مش درسته كاشينج ولا لسه؟ في إيش اسمه كاشينج سيندروم شو هو الكاشينج سيندروم؟ هو إكسس كورتيزول إكسس كورتيزول ماشي؟ اما بيكون due to pituitary adenoma, adrenal adenoma, or exogenous steroids. So Cushing syndrome. شوف كمان اشياء تعمل ويت جين. Drugs زي ايش؟ كورتيزون. ماشي steroids. يعني ايش Cushing syndrome؟ ماشي الحال؟ So drugs مضبوط. شوف كمان drugs تعمل ويت جين. شو اكثر drugs بيستخدموا الفيميلز؟ oral contraceptives OCPs ماشي الحال تعمل ويت جين فبالتالي انا لازم يخطر ببالي انه ادويه انه تاخذ ادويه دراكسين عن التعمل ويت جين شو في كمان ويت جين
ليش الواحد بيطلع؟ أعطيني ده الديزيز ما بشوف شيء. رينال فيلر ليش الرينال فيلر بيعمل لك بيرتين؟ تذكروا دائما زيادة الوزن مش دائما فات، ممكن يكون هذا ووتر فلويد ماشي. هاد ليش الواحد يجمع فلويد؟ يا اما الكليه مش عم بتطلع فلويد ماشي. هاد التليرين الفيلر او بروتين ديفيشنز. ما في ووتر انتيك اساسا؟ لا لا لا. بس ADH عالي. الدكتورة تحكي سيندروم inappropriate ADH. أوكي. عادة ما بيعمليش أنا ويت. بيعمل صوديوم كان يتذكر من الفلويد. لأن الفلويد قاعد يتذكر دائما. هذا ممكن يكون فات ممكن يكون فلويد. يعني نحكي عن الفلويد ريتنشن. مين هو المريض اللي يصير عنده فلويد ريتنشن؟ مريض الرينال فيلر ماشي. أو عم بيطلع يصير عنده فلويد ريتنشن. أو مريض عنده شو اسمه نفروتك سيندروم. تمام بنفروتك سيندروم؟ شو النفروتك سيندروم؟ المريض أحيانا بصير عنده إيش؟ نقص بروتين في اليورين. فبالتالي بيجي أنا عندي فلويد. ماشي حال زيد عندي فلويد من إنتراسيلر سيل. بصير عندي فلويد كثير نفروتك سيندروم. أو أنا عمال بفقد بروتين من وين؟ من الجي آي تراك. هنا بروتين لوسينج انتيروباتي. بروتين لوسينج انتيروباتي. كمان بصير عندي أكيومنيشن أوف فلويد. ماشي؟ شو أكثر مريض أنتم بتشوفوه في البراكتس عنده فلويد ريتنشن؟ heart failure. فبالتالي هاي الأشياء في مجموعات كثير سواء كانت فات أو فلويد ماشي. طيب نرجع لمريضنا 33 سنة عندها ويت جين فاتيج كونستيبيشن. She works 8 hours a day as a nutrition assistant but she falls asleep as soon as she gets home in the afternoon. فهي تنام بسرعة. إيش معناتها؟ قمول ليثارجي ماشي. هاد ليثارجي ماشي. إيش؟ sleep disorders ماشي الحال. ممكن يعني weight gain ممكن يعمل إيش اسمه obesity hypoventilation أو obstructive sleep apnea والمرضى بكون morbid obese. فبالتالي حتى الآن عندي مريضة 33 سنة عندها fatigue constipation and weight gain. نكمل الهيستوري تاع المريضة. She lacks motivation to do anything during the weekend. يعني إيش عم نحكي لها؟ depressed mood. ماشي الحال. And depression. لو نيجي نحكي عن depression. Major depression هو clinical diagnosis for criteria. بس هذا كسيمتوم. نحكي عن low mood profile or depressed mood. Okay. And notice that she doesn't feel like herself. I was questioning the patient about the following changes. Thinning of hair scalp hair. شعر heavy cut. ماشي الحال. عندي hair thinning. Brittle nails. تقصف في الأظافر. أظافرها كمان شوي تعبانات. Dry skin. ماشي نشفان في الجلد. And heavy irregular cycle. Heavy irregular cycle. Heavy يعني منوريجية. وirregular نحكيها oligomenorrhea. فعلا عندي menstrual disturbances. The only medication she takes is vitamin D3. ليش احنا هون حطينا لي drug history؟ لأن زي ما حكى الدكتور هون في عندي drugs ممكن تعمل weight gain abnormalities including oral contraceptive pills. ما هتدخل بالdifferential diagnosis تاعي. لو مريضة تاخذ OCP هون تحكي لأنه ما فيش انا عندي OCP ولا في عندي steroids ولا في عندي medication تعمل fluid retention. فبالتالي ما في عندي drug causing the symptoms of the patient. She has a positive family history of hypothyroidism and celiac disease. شو أهمية الفاميلي هيستوري هون؟
autoimmunity, autoimmune diseases. بشكل عام autoimmune disease runs in family. والمريض اللي فيه عنده one autoimmune disease is at risk for another autoimmune disease. مدام أنا عندي family history of autoimmune thyroiditis, but she is at risk of autoimmune thyroiditis. مدام أنا عندي family history of celiac disease, she is at risk of celiac disease and other autoimmune diseases. شو هم عادة autoimmune diseases اللي associate together runs in family? Celiac, hypothyroidism, روماتويد أرثرايتس، أقل شوي الأسئلة أسوشيشن، بيرنيشيس أنيميا، سامعين بالبيرنيشيس أنيميا؟ إيتوال ديفيشنسي بيرنيشيس أنيميا، إيش كمان؟ تايب 1 دايابيتس ممتازة، وإيش كمان؟ الأندوكراين Adrenal insufficiency, Addison disease. Addison disease. ماشي الحال؟ ماشي هيك وعرفوه. اوكي؟ مريض اللي عنده هاشيموتو ثايرويدايتس، انا بفكر انه هذا ممكن يصير سيليك ديزيز، ممكن يصير ادرينال انسفشنسي، ممكن يصير تايب 1 دايابيتس، ممكن يصير بيرنيشيس انيميا، فيتيلايجو. ماشي الحال؟ المريض اللي عنده فيتيلايجو لازم انا ادور اوكي انه هذا ممكن يصير سيليك ديزيز وتايب 1 دايابيتس وهاشيموتو ثايرويدايتس. فهذول عادة بيجوا على شكل groups. At least بدك تفكر دائما انه you have to think of the second autoimmune disease once the first autoimmune disease is diagnosed in this fashion. متفقين عليها؟ يعني المريض بيجيك بالعيادة عنده celiac disease مش بس احكي له gluten free diet، لا كل سنة بدك تعمل له thyroid function test، تعمل له block and check، بدك تدور على other autoimmune disease. ماشي؟ اوكي. She observed her blood pressure كان معظم الفرات ضغط عندها 110 120 على 80 which is normal. She has no other chronic illness. هي ما في عندها any other chronic illness. She is smoker for 10 years, one pack a day. She has history of cholecystectomy at age of 27, شايل المرارة and no other muscle utilization. هذا الهيستوري حتى الآن من هاي المريضة. بالتالي in summary أنا عندي 33 سنة عندها ليثارجي، فتيك، ديبريست مود، ويت جين، اند كونستيبيشن، الريجولار هيفي سايكل. فشو الاشياء، شو الديفرنشال دايجنوسيس اللي ممكن يعمل لي هاي السيمبتومز عند هاي المريضه؟ هايبوثيرويديزم، متفقين؟ لان السيمبتومز اوف هايبوثيرويديزم، اخذت محاضرة هايبو، صح؟ اوكي. الهايبوثيرويديزم هذا المريض كيف عادة بيجيني؟ بيجيني بنان سبيسيفيك سيمبتومز. Non-specific symptoms. What are symptoms? The symptoms of hypothyroidism is specific for hypothyroidism. Virginia, you can see. About weight gain, constipation, dryness of hair, dry skin. Then I can hear that the mother is poor in the collagen D. The problem is thyroid function. This one is some of the therapy. After I hand is that you. The other one is the one. Poor thyroid function. This and hypothyroidism. فالتالي symptoms of hypothyroidism بشكل عام vague أو non-specific symptoms fatigue, lethargy, constipation, skin, hair changes, irregular cycle or any abnormal menses whether can irregular cycle, oligomenorrhea أو amenorrhea أو menorrhagia ونسبة مريحة المرضى هذول إيش بيجونا؟ infertility والمريضة متزوجة لها سنة صارش في حمل ماشي الحال اعمل اتصال تلاقي عندها هايبوثيرويديزم. سو الهايبوثيرويديزم واحد من اسباب الانفيرتيليتي واحد من اسباب الابورشن ابورشن فالابورشن انفيرتيليتي نتذكر دائما الهايبوثيرويديزم ماشي الحال. سو الهايبوثيرويديزم بيعمل هذول السيمبتومز عند المريضه متفقين عليها؟ شوفي كمان ديفرنشال دايجنوسيس differential diagnosis. شوفي أشياء تانية تكون عند هاي المريضة عدا عن الهايبوثيرويديزم. نيفروتيك سيندروم. لأن نيفروتيك سيندروم بين الأشياء الموجودة عند المريضة في شيء ماشي مع نيفروتيك سيندروم. مرضى نيفروتيك سيندروم يكونوا منفخين، يكون في لور ليمب إديما، يكون في عندهم بيري أوربيتال سويلينج. ما جبناش شيء صح؟ ما هو المريضة لسه. فالكاشينج سيندروم تدخل في differential diagnosis.
المريضة عندها dryness في السكين، dryness في الهير، عندها فتيك والليثارجي، depressed mood، weight gain. مرضى القشنج سيندروم عندها depression، وهذه من complication القشنج سيندروم هي depression. فبالتالي القشنج سيندروم بدخل في differential diagnosis تاعي، hypothyroidism، قشنج سيندروم. ماشي؟ شو كمان؟ الهارت فيلر ملوش علاقة بالضغط دكتور. ماشي الحال؟ هاي برتنشن إذا ديزيز والهارت فيلر إذا نزل ديزيز. ماشي؟ لأن هاي مريضة 33 سنة ايش بتصيبها هارت فيلر؟ مريض الهارت فيلر مين هو؟ مريض الاسكيميك كارد ديزيز أو هاي برتنشن بشكل عام. بالتالي مش أنا عندي شيء ماشي هاي بون هارت فيلر. ليفر فيلر ما في عندها جونديس. ماشي الحال؟ بالتالي أجينست اللي بيصيبها ليفر فيلر أو ليفر سيروسيس. تالي هايبوثايرويديزم كاشينج سيندروم هاي اشياء انيميا ماشي الحال الايرون ديفيشنسي انيميا بكل بساطه كامل فتيك ليثارج دراينس في الهير دراينس في السكين ماشي المينوريجيه عندها المينوريجيه هو اللي عاملها ايرون ديفيشنسي انيميا ماشي مش عارفين شو سبب المينوريجيه احيانا يكون بسبب طرف الشغل مش عارف ما في عندي انا باثولوجي تالي عندها مينوريجيه وعامل لها ايرون ديفيشنسي انيميا والأرض الشنسية أنيميا عاملها أبور السيمتوم بس ما بشين السبب للويت جين الأرض الشنسية أنيميا بيدخل بالديفرانشال دياغنوسيس ولكن تحت شوي ماشي الأرض الشنسية أنيميا بتعمل ويت جين لا هناك علاقة بين أنيميا والويت شينج الأرض الشنسية أنيميا is one of my differential diagnosis ممتاز صح بوليسيستيك اوفيريان سيندروم سامعين بالبوليسيستيك اوفيريان سيندروم ماشي الحال مرضى البوليسيستيك هذول كيف بيجون هذول المرضى اللي عندهم ويت جين اوبيزيتي بيكونوا اوفر ويت او اوبيز بصير في عندهم شيء احنا بنحكي له انسولين ريسيستنس ماشي الحال مقاومه الانسولين والانسولين ريسيستنس ممكن تعمل لي تغيرات في الاوفرز تعطيني بوليسيستيك اوفيريان سيندروم بصير في تغيرات على الليفر تعطيني شو اسمه نان الكوليك فاتي ليفر ديزيز البوليسيستيك اوفيرين كيف بيجونا؟ يكونوا اوفر ويت او اوبيز، يكون عندهم ريجولار سايكل، يكون في عندهم اكني، هيرسيتيزم، سكين كير تشينجز، ماشي؟ البوليسيستيك ما بتعمل لي ويت جين، ولكن المريضه اللي عندها ويت جين اتريسك انه يصير في عندها بوليسيستيك اوفيرين سيندروم، ماشي؟ تالي هالمريضه عندها خربطه بالدراما، اوكي؟ عندها سكين كير تشينجز، عندها فتيك، اوكي؟ واحد من الديفرنشال دياجنوستيك تاعتي بوليسيستيك اوفيريان سيندروم اربعة شفتي كمان ديفرنشال دياجنوستيك هاشيموتو ما هو هايبوثايرويديزم مضبوط حكينا هايبوثايرويديزم في كمان البرولاكتينوما سامعين بالبرولاكتينوما هي بيتيتيري تيومر اوف ذا برولاكتين سكريتنج سيل ان ذا بيتيتيري جلاند مرضى البرولاكتينوما هذول المرضى عادةً بيجونا بسيمبتومز قريب شوية من الهايبوثايرويديزم ممكن يصير في عندهم الريجولار سايكل هيفي سايكل أو أبسنت سايكل فاتيج ديبريست مود ماشي بس بصير في عندهم هذول بيكون في عندي كمان هيدك من البرولاكتينوما كبير كمان هيك بيجي تحت شوي فبالتالي ديفرنشال دايجنوستيك حتى الآن كنا مفكرين واحد هايبوثايرويديزم اثنين كاشينج سيندروم ثلاثة أنيميا أربعة بوليسيستيك أوفيريان سيندروم خمسة برولاكتينوما فأنا بنحكي عن ديفرنشال دياجنوستيك أكثر من دياجنوستيك ممكن يكون عند هاي المريضة فيتامين دي ديفيشنسي شو رأيكم؟ بتاخذ فيتامين دي بس بتاخذ كافي ولا مش كافي احنا عارفين ليش هي بتاخذ؟ لأنه عندها فيتامين دي ديفيشنسي الفيتامين دي ديفيشنسي شو السيمبتومز الفيتامين دي ديفيشنسي؟ ترى نان سبيسيفيك سيمبتومز ماشي يجون المريض المرضى بفتيك depressed mood lethargy bone pain myalgia arthralgia ماشي بس الفيتامين دي شو اسمه بيعمل ويت جين ما بيعمل ويت جين مظبوط ما بيعمل ويت جين بس بيجيني من سبيسيفيك سيمبتوم يس ممكن تكون السيمبتوم موجود عند المريض الفيتامين دي ديفيشنسي ممكن ولكن هي اكثر هايبوثايرويد ولا فيتامين دي ديفيشنسي هايبوثايرويد عشان هيك بالرانكينج والديفرنشال دايجنوستيك حطيتها فوق هايبوثايرويدزم تصير في فيتامين دي ديفيشنسي ماشي الحال؟ طيب لان هاي السيمتومز الموجوده عند المريضه بدنا نفحصها هلا فيزيكال اكزام فيزيكال اكزام كونفيرمز دراي سكين اوكي
جلد عندنا ناشف, brittle nails, coarse and dry hair. هذول ترى symptoms and signs of hypothyroidism. Point mainly dryness في السكين والهير. And abdominal distension. شو معنى abdominal distension؟ في عندي شوية obesity. هذا أول شيء abdominal distension هي الأشياء تكون بالabdomen, ممكن تكون fluid. صح. ممكن تكون fat. ممكن gas. ممكن stool. ماشي. الويت 87 كيلو. أنا بهمنيش الويت, أنا بحسب إيش اسمه body mass index. صح. تعرف body mass index. body mass index عندنا 31. برأيكم فيها؟ عالي. obese. ماشي الحال. نورمال بي ام اي اقل من 25 29 9 نحكي عنها. اوفر ويت 30 نحكي عنها اوبيزيتي. فانا في عندي اوبيزيتي. بلاد بريشر 130 على 90. شو رايك فيه؟ لا مش عالي, از هاي بس نوت ات ذا ليفل اوف هاي فولتج. النورمال بلاد بريشر از 120 على 80. من 120 ل 140 السيستوليك ومن 80 ل 89 الدايستوليك هذا هاي بلاد بريشر. 140 على 90 نحكي عنه هايبرتنشن. بس المنطقه بين 120 ل 140 وبين 80 و 90 نحكي عنها هاي بلاد بريشر, او زمان كان نحكي عنها بري هايبرتنشن. بس هي هاي بلاد بريشر, الضغط عندي شوي عالي. البلس 55, شو رايكم فيه؟ راديكال. النورمال بولس ليت من 60 ل 100. اقل من 60 انا كان عندي براديكال, بالتالي عندي هاي بلاد بريشر, عندي لو هارت ريت. اند ريجولار ريسبيراتوري ريت 16 نورمال. الهارت اكزام بس انه في عندي براديكال, تشست اكزام نورمال, الابدومين اكزام بس في عندي ابدومين ديستنشن. النك كان عندي بالبابل ثايرويد جلاند. عملنا اكزامينشن للنك, طلعت الثايرويد جلاند بالبابل. لأن شو الأشياء اللي ممكن تعمل بالبابل ثايرويد جلاند؟ ثايرويد ماس أو ثايرويد نوديول. شو كمان؟ لا هون ثايرويد جلاند إز بابل, احنا حاكيين عن ثايرويد. ثايرويد إز بابل, كان ممكن يكون ثايرويد تيومر. جويتر يعني ثايرويد إلارج. شو ليش بتسمى جويتر؟ يعني ثايرويد تيومر كثيرا, بناين ثايرويد تيومر. يعني ثايرويد نوديول او ثايرويد تيومر تكون بناين او مالجنم. فبالتالي انا عندي بناين ثايرويد نوديول او مالجنم, يعني ثايرويد كارسينوما. شو كمان اشياء كمان انلارج ثايرويد جلاند؟ ثايروتوكسيكوسيس, جريفز ديزيز, خاصه بحاله الهايبرثايرويزم. طيب جريفز ديزيز شو بكون في عندي مرض؟ ثايرويد انلارجمنت, ثايرويد انلارجمنت, ثايرويد انلارجمنت. طيب والهايبوثايرويد هاشيموتو, شو ممكن السايز اوف الثايرويد جلاند؟ ممكن يكون انلارج, ممكن يكون نورمال, ممكن يكون سمول. الآن مريض الهاشيموتو ثايرويدايتس, الآن أنا شو هو الهاشيموتو ثايرويدايتس أصلا؟ أنا عندي ديستراكشن الثايرويد جلاند. ماشي الحال, مفيش اوتو انتي بوديز. فبالتالي انا ما في عندي ثايرويد هرمون, غيرتك عندي تي اس اتش. صح؟ التي اس اتش بحكي للثايرويد جلاند اشتغل ان شاء الله, بالتالي ممكن يصير في عندي انلارجمنت هايبر ابليزيا اوف ذا ثايرويد جلاند حتى تعوض ثايرويد فانكشن, بالتالي تكبر. فيها جويتر. ات ذا سيم تايم النوع اللي احنا ما بنشوفه من الهايبوثايرويد هو ايضاين ديفشنسي, عندي من جويتر. نفس الشيء يكون عندي انا انلارجمنت الثايرويد جلاند, انا عندي من جويتر. تمام؟ ممكن يكون حجم الادراقيين نورمال, او ويز تايم شو اوتو اميون ديزيز, يعني السيلز اوف الثايرويد جلاند شو صار فيها؟ كسرت كلياتها, صارت هايبرويد, صار في عندي شرينكج اوف الثايرويد جلاند. فالمرضى اللي هاشموت الثايرويد ويز تايم, ماشي, خاصه احنا بنعطيهم التريتمنت بنعمل سبريشن للتي اس اتش, ما راح يصير في عندي علاج في الثايرويد. بالعكس الدستركشن تكون اوتو اميون ديزيز راح يضل فور لايف, بعد شوي شوي حجم الادراقيه بيصغر, بصير في عندهم سمول ثايرويد جلاند. فبالتالي الهايبوثايرويدزم والهايبرثايرويدزم والثايرويد نوديول وذر بناين اور مالجنت كلياتهم ممكن يعملوا لي بالبابل ثايرويد جلاند. فبالتالي عند اي مريض انت حسيت الثايرويد جلاند ممكن يكون هايبر, ممكن يكون هايبر,
ممكن عندي أنا أدينوما أو كارسينوما كلها ممكن يعملوا لي جويدة. بتالي كل الديزيز زو ثايرويد جلاند ممكن يعملوا لي بالبابل ثايرويد جلاند. تمام. In neurological exam أنا كان في عندي normal. بتالي physical exam شو عزز من differential diagnosis تاعك وماشي أكثر مع إيش؟ hypothyroidism ماشي في عندي obesity الشعر اوكي الجلد البراديكارديا وهايبر تنشن وبالبابل ثايرويد جلاند. فانا هم كلها نحن ممكن نشوفهم بالهايبوثايرويدزم. طيب خلينا نحل الاسئله مع بعض. واتس يور ديفرنشال دايجنوستيك جاوبنا مضبوط متفقين على ديفرنشال دايجنوستيك. حدا بباله اشياء ثانيه ما حكيناها؟ ديابيتس ميليتس انسيبيدس وهي حاليها ديابيتس ميليتس سكري. مريض السكري كيف بيجيك عادة؟ كل هاي 33 سنة موست لايكلي يعني كان تايب 2 بيجيني بوليوريا بوليدبسيا بوليكريجيا ويت كوست ما في شيء صح؟ ديابيتس انسيبيدس ماشي الحال هو كيف بيجيونا؟ بوليوريا بوليدبسيا ماشي الحال ما عندي بوليوريا بوليدبسيا لأن في شيء against اللي هو syndrome of inappropriate ADH ماشي الحال هو الأنتيديوريتي كورمون أنا عندي كثير ماشي الحال. فبالتالي إيش بصير في عندي أنا accumulation of fluid بصير في عندي أنا إيش hyponatremia. عادة هذول المرضى بيجوني بي إيش symptoms of hyponatremia lethargy عادة lethargy ماشي الحال. ما بجونيش بي constipation ما بجوني بي dryness of the skin أو الهار أو regular size. أيضا يعني تحكي عن hypothyroidism طيب طيب بس فهم سبب الوزن كده كده الأوفر ويت الوزن اللي زيادة بتخلي انا عندي الانسولين الموجود في الجسم ما بيلحق على الفات سيل بنسميها انسولين ريزيستنس ويت تايم او الانسولين هذا مش عم بيلحق الانسولين ما بيكفي للبلد شوجر كنترول راح يصير في عندي السكري مثلا ويت جين بيجي السكري. شو سؤالك؟ بوليسيستيك اوفيريان سيندروم هي المريضه في عندها الآن. لا ما حكيت البوليسيستيك اوفيريان بيعمل ويت جين قلت الويت جين بيعمل بوليسيستيك اوفيريان سيندروم ودايابيتس ماشي الحال. طب هاي اللي عندها الريجولار سايكل ماشي لازم تحكي البوليسيستيك اوفيريان سيندروم از ريزلت اوف اوبيزيتي عندها البوليسيستيك اوفيريان سيندروم ماشي الحال. سو الديفرنشال دايجنوستيك متفقين عليه. What are the primary area in history and physical exam you are looking for in this patient؟ طيب انا جتني هاي المريضه حكيت لها المعلومات اللي عندها انا بدي اسال اسئله هون رول الطبيب تو مينيمايز ذا ديفرنشال دايجنوستس. خلوا الهايبوثايرويدزم على جنب حكينا كاشينج سيندروم كاشينج سيندروم يعني كاشينج سيندروم هذا المريض ليش بصير في عنده كاشينج سيندروم؟ اما بتيتيري ادينوما او ادرينال ادينوما او جاي ستيرويد من برا او في عنده انذر تيشو في الجسم يفرز له هرمون الـ ACTH أو الكورتيزول. هاي مصادر الكورتيزول ماشي؟ يعني الغدة النخامية تيتيري أو أدرينا من برا وأذر أورجن. فبالتالي أنا شو بدي أجي أسأل لهذا المريض؟ من برا بتاخذ كورتيزول ماشي الحال؟ بتاخذ كورتيزول ما بتاخذ كورتيزول أي رول أوت إكسوجينس كاشينج سيندروم. بتيتيري أدينوما شو السيمبتومز؟ أخاف من obstruction ماشي الحال. فبتالي هم الموضوع في الفكرة اللي بصير في عندهم هيدك أو visual disturbances في وجع الراس أو في عندي غباش في البصر. إذا في هيدك في visual disturbances أنا بفكر وقتها دي بتيجي أدينوما secreting ACTH عندي في غشي ما في إلا الاحتمالية أدرينا الأدينوما أو الكارسينوما شو السيمبتومز؟ تخيلوا أدرينا الأدينوما أو الكارسينوما أبطل من البيت سيمبلي أبطل من البيت
ماشي. هل في ابدومينال بين؟ اذا في ابدومينال بين والله بفكر بادرينال باثولوجي تمام، او بين اكتوبيك تيشو بفرز بي اي سي تي اتش. خليك الله يرضى عليك. شو الاكتوبيك تيشو ممكن يفرز بي اي سي تي اتش؟ ممتاز، لانك كانسر. فلو بتسأل عن symptoms of lung cancer، شو هم symptoms of lung cancer؟ shortness of breath. smoking history، بتدخن 10 سنين. شو كمان؟ شو في symptoms of lung cancer؟ shortness of breath. shortness of breath. cough. hemoptysis. فبتالي بسألها أنا. shortness of breath. cough. hemoptysis. بتسأل عن symptoms of lung cancer. ماشي الحال. فبالتالي انا حتى استثني اسباب الكاشين سيندروم بدي اسال عن الديتيري سيندروم، بدي اسال عن الادرينال سيندروم، بدي اسال عن الاكسوجينس ستيرويد، بدي اسال عن الاكتوبيك اسيتي اكسكريشن. عارفين كيف نحكي مع المرضى؟ هاي الاسئله اللي انا بسالها رول اوت او رول ان كاشين سيندروم، متفقين عليها؟ تمام. البوليسيستيك اوفيريان سيندروم، شو السيمبتومز اللي بتصير عند المرضى بالبوليسيستيك اوفيريان سيندروم؟ تربطة بالدواء اوريدي حكت لنا اياه. ويت اوكي هي اوريدي حكت. ايش كمان؟ اكنيز ديبريشن هي اوريدي في عندها ديبريست مود. ايش كمان؟ اكني وهيرسيتيزم. اكني وهيرسيتيزم. هل صار في عندك حب شباب؟ اوكي هل صار في عندك الفتره الاخيره حب وتعالجتي لإله؟ او صار في عندك زياده في نمو الشعر خاصه في منطقه اللحيه والجذع؟ ماشي الحال. في عندك اكني وفيرسيتيزم تمشي اكثر كمان مع بوليسيستيك اوفيريان سيندروم او حتى كمان الكاشن. ثاني انا لازم اسالها عن الاكني وفيرسيتيزم. متفقين؟ اوكي. ايرون ديفيشنسي انيميا، المريض ليش بتصيبه ايرون ديفيشنسي انيميا؟ كيمياء ليش بتصيبه ايرون ديفيشنسي انيميا؟ سايكل. هذه اوريدي فهمناها من الرجيم. السكند كوستشن دايت. اوكي اكل كافي في يوم ميتي برودكتس ولا لا؟ اذا ما كان ما فيش لحمه والله ماشي اكثر مع ديفيشنسي. هذا عندي لوس وانا انسان عن النرجية. مثلا هيماتوريا، شو هيماتوريا؟ ريد يورين، لوس اوف بلاد يورين. مثلا عن بلاد فيركتر، ماشي الحال. هل عندي لوس اوف بلاد فيركتر؟ بلاد فيركتر قد يكون فريش، ماشي الحال، وقد يكون لا. لا تستطيع شو السيمبتومز اللي بتصير عند المرضى بسموهم هيموليتيك انيميا؟ جوندس. مثلا جوندس. اذا في عندنا اصفار والله بنقول كانها هيموليتيك انيميا، وهي الانيميا هي اللي عملت لها كل السيمبتومز تمام، الفتيك والليثارجي والدراينس اوف هير والدراينس اوف سكين كلها بتعمل انيميا. ماشي الحال. برولاكتينوما حكينا لازم يصير عنده كيف السيمبتومز هيك. نيجي للهايبوثيرويديزم. شو symptoms of hypothyroidism؟ فتيك موجود، constipation موجود، lethargy، depressed mood، wet hair، skin and hair changes موجودة. شو في كمان symptoms تعرفوها عن hypothyroidism؟ cold intolerance. اسأل دايركتلي ماشي الحال. بحب يتحمل البرد أكثر. إذا كان الشتوية مصيبة بالنسبة لي، تحملش الشتوية نهائيا، بالعكس أحيانا بالصيف أروح بلبس. ماشي الحال. هذه كلها كول انتيرس تبرد على الاسباب. ماشي سو كول انتيرس. شو في كمان؟ ميكس ديما احنا بنحكيها السيفير ستيج اوف هايبوثيرويدزم. بصير في عندي انا شيء اسمه ميكس ديما. شو معنى ميكس ديما؟ هي اكوميليشن اوف فلويد في البلد كلها. الثاني ويت جين نصاب زياده في الوزن. ماشي ايش كمان بتعرف سيمبتومز اوف هايبوثيرويدزم؟ هي 33 سنة، سألها عن الأحمال، صار في أبورشن ماشي أو صار في بريكنسي تمام؟ لأن الإنفيرتيليتي والأبورشن كمان واحدين من مانيفستيشن أوف هايبوثيرويديزم. والشغل الأخير اللي هي فاميلي هيستوري أوف ثايرويد ديس أوردر،
already in decorative history and appendix, positive family history of thyroid disorder. Positive family history, clear, high most likely, and the high war thyroidism. عشاش الإمام أنا علاقة بالثيروي. Okay, nice. Thyroid psychosis كمان. بس الهاي مو أنا علاقة بالثيروسيس. تمام؟ فهاي الأشياء بالهيستوري إحنا نسألها للمرضى حتى نوصل له بالفانشن دايجنوستيك. نعم. Okay, جينا بالفيزيكال إكزام. مستفين حتى الآن؟ عرفنا شو السيمبتومز أوف هايبوثايرويديزم؟ وشو السيمبتومز؟ وأذر ديفرنشال دايجنوستيك. لما يجيك المريض على العيادة تسأل عن symptoms of each differential diagnosis والإثيولوجي of each differential diagnosis. طيب كيف تسأل عن الإثيولوجي of hypothyroidism؟ يعني إثيولوجي of question كلها كويه يعني أربع أسئلة صح؟ طيب الإثيولوجي of hypothyroidism شو most likely إثيولوجي for hypothyroidism؟ هاشيموتو. كنا نسأل عن هاشيموتو family history هاشيموتو thyroiditis or personal history of autoimmune disease. They had a vitiligo. هذا risk factor وهل أنها هاشيموتو thyroiditis. طيب شو الأدر إثيولوجيز فور هايبوثايرويديزم؟ أيودين ديفشنسي. أيودين ديفشنسي. أيودين ديفشنسي مش ينفعش بالعالم. معالجة ب راديو أيودين. صابها من زمانات هايبوثايرويديزم وراح تاخذ يود مشاف. فهم؟ أخذت يود مشاع للغدة الدرقية. أخذت قال أنا أخذت مشاع يود مشاع للغدة الدرقية. خلاص أنا شخصتها. عندها radio iodine induced hypothyroidism. ثلاثة surgery. removal of the thyroid gland. هل عملت عمليات عمليات للغدة الدرقية؟ إذا يس أنا في عندي thyroidectomy induced hypothyroidism. الهدف من الدسكشن هاي إنك تعرف شو الأسئلة ممكن أسألها للمرضى حتى أنا أوصل له diagnosis. مذكور بس 99.9% of the hypothyroid status are prime. So شو الأشياء الرئيسية بالهيستوري حكينا عن شو الأشياء الرئيسية بالإكزامينيشن. مريض الهايبوثايرويديزم أنا شو أشوف بالفيزيكال إكزام؟ أول شيء نطلع على المريض كلياتهم البلد of the patient الويت of the patient كان هيك نذكر من الوزن والبادي ماس اندكس بعدين نروح على الثيرويد جلاند اللارج ولا مش اللارج نطلع على الثيرويد جلاند إذا في عندي سكارز ماشي الحال إذا في سكار أنا شايف الثيرويد جلاند هاي عندي thyroidectomy induced hypothyroidism مظبوط بعدين نشوف على complications of hypothyroidism نحن بطلنا تعملي زي ما حكينا نكسيديما ندخل النفق نحكي لها قاحي فيس ماشي الحال obesity lower من السبيلين من كل مريض عبارة عن فلون قاحي ماشي الحال نحن نحسن نكسيديما كل نكسيديما هي أحوزياتنا فتويت من دفعال قاحي ماشي الآن الهايبوثيروديزم بتأثر على البلس ريت يس نعمل برادي كاردي بتأثر على البلد برشر كيف تعمل؟ هايبرتنشن مين بيعرف شو بتعمل؟ بتعمل دياستوليك هايبرتنشن هايبرتنشن بتعمل اوكي يمكن تصير جدها كثير معقد دياستوليك هايبرتنشن ماشي الحال الهايبرتنشن بتعمل دياستوليك هايبرتنشن بشكل عام بتذكر كل شابتر الاندوكرينولوجي بيعمل هايبرتنشن مع هذا تو ديزيزز الهايبر والهايبر اثنين من بعض ضغط ادرينال انسفيشنسي اديسون شو بيعمل بالضغط؟ بينزله بيعمل هايبرتنشن الاديسون ديزيز بيعمل هايبرتنشن ادرينال انسفيشنسي بيعمل هايبرتنشن في كمان ديزيز ما بيأثرش على الضغط الهايبوباراثايرويديزم كسر الغدة الجارة الدرقية هايبوباراثايرويد ما بيأثر على الضغط
all other endocrinological diseases primarily hypertension. Right. Now, pheochromocytoma, hyperaldosteronism, Cushing, hyperpara, acromegaly, okay, hypothyroidism, hypothyroidism, كل هذا من فعل الطرف. فالآن قمنا التفكير. أنا لازم أطلع على الكوليسترول، لازم أطلع على المضاد البرشن. يعني deep kidney reflexes في مرض الهايبوثايرويديزم شو بصير فيهم؟ يعني deep kidney reflexes استخدم الحمر. تعرفوها ولا لا؟ ماشي. يعني إيش اسمه ريفلكس؟ ماشي الحال هي حركة المصل. لأن هاي الريفلكس هنا تستخدم النيز مثلاً. أوكي. نجيب حمر. أوكي ما طلع. نضرب الركبة. لما تيجي تضرب الركبة شو المفروض يصير في عندي أنا؟ فيتين بتحرك. ماشي الحال هاي نوع من الريفلكس. مريض الهايبر ثايرويد اللي عنده ميتابوليزم عالي أول ما تخبطها مباشرة بتصير هايبر ريفلكسيا. المريض الهايبو مش عنده شيء. يعني ديليت ولا أبسنت بتصير من الريفلكسيس. وبالتالي مريض الهايبو ثايرويديزم يكون هايبو ريفلكسيا أو ديليت ريفلكسيس. يعني مريض الهايبر كومن هايبر ريفلكسيا. ماشي الحال. So, هاي الأشياء اللي يسمون عليها typical examination. Vital signs, pulse rate, blood pressure, thyroid gland, fluid filtration parameter, skin, well hair. نفس الوقت أنا لازم أدور على differential diagnosis. أنا لسه مش عارف إنها thyroid. فلازم أدور على signs of Cushing. The signs of Cushing. طلع والله ممكن. طلع التفرهم في accumulation of fat cell on. ماشي. طلع الاستريا. ماشي. acne. كارسيتيزم بنشوفهم بال بوليسيستيك اوفاريان بنشوفهم بال كاشرين سيندروم نطلع على الاظافر اوكي نطلع على الشعر عشان كمان الجنسيانيميا مرضى الجنسيانيميا بكون في عندهم ساين نحكي لها كويلونيكيا تكون اصابعهم او اظافرهم زي المالقة بتشوفوا صور بتعرفوها تكون عندهم شيء اسمه انجولار سيمتايتس شو معنى انجولار سيمتايتس كيف بيكون لي انا؟ انفلاميشن في هاي الاريا او انجولار سيمتايتس عشان مش معايير الديفشنسي انيميا نطلع على الكونجنكتايفا انا حتى احكي لو في عندي انيميا نطلع على الكونجنكتايفا اوف ذا اي بننزل اللور ايلد ونشوف الكونجنكتايفا نورمال الكونجنكتايفا بتاعتنا حمراء ماشي الحال اذا انها ماشيه على رياض اكثر فهي فيها كالور بس لو كنا نطلع سفليرا اذا في عندي جونديس رياض عينها ممكن تكون ابيض لانه اصفر ممكن يكون جونديس جونس يكون due to cirrhosis يكون due to hemolytic anemia ماشي؟ so هاي الأشياء اللي يصير نطلع عليها بالتفكير الإكزام الآن إحنا في البراكتس نفحص المريض بعدين نعمل فحوصات فيها investigations شو الinvestigations اللي إحنا نطلبها لهاي المريضة حتى أوصل لديagnosis أول إشي أنا أطلب TSH ماشي احنا نعمل الثايرويد ستيمليتنج هرمون هو جزء من الثايرويد فانكشن بس اذا الـ TSH is normal ما فيش عندي ثايرويد ديزيز صح؟ الـ TSH عندي up normal لا انا شوف عندي ثايرويد ديزيز بعمل الـ T3 والـ T4 هذا الـ best practice انك ما تعمل الـ TSH و T3 و T4 مع بعض تعمل الـ TSH الـ TSH up normal بعمل الـ T3 و T4 يعني مريض الهايبوثايرويديزم البرايمري هايبوثايرويديزم كيف يكون عندهم هذا من TSH؟ TSH يكون عالي والT3 T4 واطيين وقتها بنحكي انه في عندي انا كلينيكال هايبوثايرويديزم اذا TSH انا عندي عالي والT3 والT4 نورمال نحكي لها سب كلينيكال هايبوثايرويديزم سب كلينيكال هايبوثايرويديزم كلمة كلينيكال هايبوثايرويديزم يعني should be treated لازم يكون عندي TSH عالي و T3 واطي و T4 واطي secondary hypothyroidism or tertiary hypothyroidism and common ما نشوفوش في البراكتس ماشي الحال مو كل شيء عندي واطي TSH واطي T3 T4 واطي نحكي وقتها secondary or tertiary hypothyroidism بس في البراكتس هنا ما نشوفه so اول فحص لازم نعمله thyroid function test او على الاقل لازم نعرف TSH شو other test انا لازم اعملها بهذه المريضه CBC نشوف اذا في عندي انيميا الانيميا دخلت في differential diagnosis نفس الوقت واحد من complications of hypothyroidism is anemia ماشي
لأن في خطوة تؤجل أس في شيء اسمه anemia of chronic illnesses. Most chronic illnesses بيعملوا لي anemia. Renal failure بيعمل anemia. Rheumatoid arthritis بيعمل anemia. الأسألية بيعمل anemia. الهايبوثيروزم بيعمل anemia. فبالتالي أس أبيز بلاين كل مريض hypothyroidism بيكمل يسوي شيء. هاي المريض اللي عندها فتيج مشاكل في السكين والهير لازم تعمل سي بي سي. وبالتالي تايرويد فانكشن صح، سي بي سي صح. إذا كان عنده أوتو ميون مثلا ديزيز ممكن يعمل سيرولوجي ولا عندي جينات تبغى تدرس؟ إذا أنت شخصتها هاي بوثيروزيس عندك تدور على سي بي سي استعملها. هاي المريضة ما بينها ما بعرف إيش شو؟ بتعمل إنفستيجيشن. كلمة إنفستيجيشن يعني فحوصات مخبرية. Blood pressure بتسوي physical examination. F is H و H صح ليش؟ Polycystic ovarian syndrome. كيف تشخص polycystic ovarian؟ يعمل هرمونال بروفايل، يعمل LH FSH. إذا كانت ال LF ratio 2 to 1 أو 3 to 1 هاي ماشي مع polycystic ovarian syndrome. كيف تشخص polycystic ovarian syndrome؟ بدي clinical health, bioclinical health and ultrasound changes. فبدأت في الكلينيكال هاي فين الكربون راح تدور فين الأوبزيتي صح؟ اثنين ال H F S H ليش اللي طلع عليها؟ إذا كانت 1 to 1 أنا مش ما فين اللي بوسيس الكوفيرنس ال L H أكثر بكثير أو 2 to 2 to 1 أو 3 to 1 ال L F ratio يعني ال H على ال F S H ماشي أكثر مع بوسيس الكوفيرنس هذا يمكن أعمل ألتراساون أوفرز حتى أشوف أنا ال الفوليكلز الصغار هذا فبالتالي بعمل هل اتش بعمل اختصاص صح شو كمان اختصاص؟ كان لكتك سنتوم ده لازم يعمل كيدني فانكشن تيست لان احنا حكينا ديفرنشال دايجنوستيك دكتور في البدايه للريسك بعدين بحين المريض رحت له ديفرنشال دايجنوستيك تعمل الديفرنشال دايجنوستيك بالفيتشرز اللي احنا حكيناها ذكرنا لكتك سنتوم؟ لا لان الله يكفي هاي لكتك سنتوم صح ممتاز احنا حكينا كاشن سيندروم بدك تدور على كورتيزول اكسس عشان هيك شو البرايمري سكرينينج تست عاده حتى ادور على كورتيزول اكسس نعمل 24 اور يورينري كورتيزول ليفل ماشي عباره عن تجميع ولا 24 ساعه بنشوف قديش في عندي كورتيزول اذا كان عالي ما بعرف في عندي كاشن سيندروم اذا كان نورمال اي كارول اوت كاشن سيندروم فممكن اعمل 24 اور يورينري كورتيزول ليفل بس بهاي المريضة فيزيكال اكزام كلها ماشي مع ثايرويد اكثر وبالتالي انا اول شيء بعمل ثايرويد فانكشن تي اس اتش بعمل السي بي سي لانه لابد اني اعمل السي بي سي سواء ديفرنشال دايجنوستيك او كومبليكيشن اوف ثايرويد فبعمل تي اس اتش شو بعمل سي بي سي ماشي الحال ممكن يكون في عندها بوليسيستيك اوفاريان يس انا في عندي بي ام اي 31 فبدي اعمل هلا شو اس اتش الكورتيزول ليفل ما خليش كويس كانت الفحوصات انا عملتها نورمال ما كان لي ثايرويد، ما كان لي بوليسيستيك اوفاريان، ما كان لي هارد تشيست انيميا، بدي ادور على سبب. فاجي بعمل لها يوريني كورتيزول متفقين؟ وبالتالي بالبراكتس تاعك مش الخمسه ديفرنشال دايجنوستيك كل واحد لها فحص، بقول هي عين مره واحده. برتب اموري ماشي الحال؟ يعني انا بكتب بعمل بي اس اتش، سي بي سي، ال اتش اف اس اتش، في مليان ثاني يوم. وصلت لدايجنوستيس بوقف. ما وصلت للدياجنوستس بروح للنكس ستيب والنكس ستيب كمان ممكن تتضمن برولاكتين ليفل برولاكتين انا كان عندي ريجولار سايكل ممكن اعمل برولاكتين ليفل سو بشكل عام هاي الفحوصات لان فرضا الدي اس اتش اللي عندي عالي والتي 3 في 4 واطيين معناتها انا كان عندي هايبوثيرابيزم بعدين ممكن اطلب لها حتى اعرف سبب الهايبوثيرابيزم شو اطلب لها فحص انا طلبته شو بنطلب فحوصات حتى اعرف سبب الهايبوثيرابيزم انتي بودي ماشي الحال فلاحظوا انا اول يوم طلبت لها تي اس اتش عالي تي 3 تي 4 طلعوا واطيين انا شخصت هايبوثيرابيزم اي ويل تريت هير از هايبوثيرابيزم بس حتى اعرف السبب تاع الهايبوثيرابيزم هو موست لايكلي اوتو اميون هاشيموتو ثيروباتيس وطبعا الانتي بودي تاعه انتي تي بي او
بس هل لوجيك من البدايه كمان انت قاعد في الكتيري اوف بيكون مش ثايرويد فانكشن دفعت 22 دينار حاجه في الكتيري اوف بيكون ثايرويد انها نورمال وانس يو كونفيرم ذا دايجنوستس اوف هايبوثايرويدزم اي ويل انفستيجيت فور ذا كوز فبالتالي انا بعملها انتي تي بي او اللي هو بيكون بوزيتيف تقريبا 200% اوف بيرسون عشان ما تتعرض تمام؟ عارفين الفحوصات اللي عملناها؟ رحنا منها لهاي المريضة؟ اوكي، so diagnostic test حكينا. What are the complications of hypothyroidism؟ مريض الهايبوثايرويد، ليش بنعالج الهايبوثايرويد؟ بنتكلم عن complications of hypothyroidism. اللي هم بس حكينا الأنيميا أول شيء. أنيميا، واحدة منهم أنيميا. So أنيميا، مين؟ infertility صح ماشي تمام سيبهم hypertension كان يا جماعة hypertension the practical ده هي sign because hypertension is a diagnosis hypertension okay anemia infertility شوفي كمان complications مصاب من breast mood هذا الدبريست مود ممكن يتطور ويصير دبريشن خمسة ايش ثايرويد بيرسيتي انا مش كل سيتي هذا كان كومبليكيشن اوف اوبيزيتي كومبليكيشن اوف اوبيزيتي مرضى الهايبو ثايرويد ديو تو اوبيزيتي منطقة الثايرويد اللي لابس من في النك معرضين يصير في عندهم ايش؟ so apnea sleep apnea سامعين بالسليب apnea obstructive sleep apnea اوكي بيحكوا له بالعربي خناق النوم الاوبيزيتي والثايرويد انلارجمنت تعتبر تو كوزز فور sleep apnea فهذا مرض معرضين يصير في عندهم obstructive sleep apnea شو بي كمان complications with hypothyroidism؟ هاي سيلي complication and disease لأن thyroid enlargement أو مبيوت نعم تعمل dysphagia بتعمل adenophagia صح complications ميكسيديما emergency thyroid emergency ميكسيديما كوما يعني severe stage of thyroid تمام ايش كمان الآن الانرجمنت أو الانكريز في TSS نفس الوقت بيزيد في هرمون البرولاكتين مرضى الهايبوثايرويدزم they are at risk of hyperprolactinemia ماشي؟ so hyperprolactinemia hyperprolactinemia ممكن بعدين تأثر تعملي irregular cycle تعملي infertility لأن مرضى الهايبوثايرويدزم they are at risk of hypercholesterolemia hypercholesterolemia تفاعل كوليسترول ماشي الحال so المريض اللي يصيبه hypothyroidism if control خلاص الكوليسترول عنده ما راح يتغير but if uncontrolled راح يرتفع عند الكوليسترول شو علاج ارتفاع الكوليسترول في مرض الهايبوثايرويدزم نصلح الهايبوثايرويدزم once انك صلحت الهايبوثايرويدزم ما راح يصير في اي مشكله في الثايرويد بالكوليسترول بس اذا ما تصلح الثايرويد راح يضل الكوليسترول عنده مرتفع. So بشكل عام هاي complications of hypothyroidism. كانوا obstructive sleep apnea, hypertension, hyperlipidemia, ماشي. Primary infertility and hyperprolactinemia, depression, iron deficiency, ماشي. هاي complications of hypothyroidism. What treatment is available to treat hypothyroidism? Full treatment. ثايرويد هرمون تعطي ثايرويد هرمون اوكي ما في صنع عندنا ثايرويد هرمون الا تي 4 اللي هو ثايروكسين ثايروكسين اللي هو تي 4 ماشي الحال فبالتالي التريتمنت از اولويز ثايروكسين ماشي ثايروكسين اسمه هرمون ثايروكسين تمام فاحنا نعطي ثايروكسين ريبليسمنت ثيرابي لان في بعض دول العالم ترى موجود تي 3 بنعطى T3 directly
بس كل الريكومنديشن كل جايد لاينز بتحكي لك ما فيش سوبريوريتي للتي 3 اوفر تي 4. وشو الفرق بين التي 3 والتي 4؟ التي 3 هو الاكتف فور صح؟ والتي 4 بالتيشوز راح يتحول للتي 3. ما كنا طبعا نعطيه تي 3 هو ولا تي 4 بيتحول لتي 3 يعني ليش بتعطينا تي 3؟ ماشي ها؟ So the treatment is always T4, higher of T. الشغل وين؟ بس انا حكيت شخصتها هايبوثايرويدزم فرق تي 3 وتي 4 صح عشان اتاكد انها هايبوثايرويد بالفولو اب ذير از نو رول فور تي 3 وتي 4 مريض الهايبوثايرويدزم عمره ما في له داعي انها تي 3 وتي 4 التارجت تاعي از اولويز تي اس اتش الان ما تحفظوش انتوا ارقام ولا دوزز النورمال تي اس اتش هو من نص لاربعة ونص هاي هي الوحدات الموجودة عندنا من الانترناشنال يونت من نص لأربعة ونص التارجت فور بيشنت وذ هايبوثايرويدزم من نص لاثنين ونص لأن هاي الوردة مثل تي اس اتش 11 اوكي عالي انا بعطيها الان ثايروكسين 150 بعد ست اسابيع ترجع عندي على العيادة بشوف التي اس اتش كان التي اس اتش بين النص واثنين ونص معناته انا محصل التارجت في هاي الدوز بكمل على نفس هاي الجواب كانت تي اس اتش عندي 7 نزل تي اس اتش بس لسه ما وصل التارجت شو بدك تعمل؟ ارفع الدوز ارفع الجرعه 25-50% فممكن اعطيها انا 200 مايكروغرام وبعد 6 اسابيع برجع بشوفها بناء على الفحص بعد 6 اسابيع بشوف في كانت هي الجرعه طيب انا اول مره اعطيتها 150 جتني على العياده بيت تي اس اتش 0.0001 معناته الجرعة اللي معطيها اياها عالية عالية شو بدي اعمل؟ بدي انزل الجرعة 25-50% خليها تاخذ اللاين 75 ماي وبعد 6 اسابيع بغير بعيد الـ TSH بغير الجرعة بناء على الـ TSH So the next visit بعد 6 اسابيع الفولو اب اللي انا بعمله فقط TSH ماشي الحال ما في داعي اعمل الاشياء طيب يا اخي كلمتين بالبعض لان انا اعطيتك الثايروكسين 150 وبعد 6 اسابيع عدد تي اس اتش بعد 11 اعطيناها لان تي اس اتش كان اليوم 11 اعطيتك الثايروكسين 150 بعد 6 اسابيع رجعتي على العياده تي اس اتش بعد 11 قبل ما نزود الجرعه ليش تي اس اتش 11؟ خطا بالنيجاتيف فيدباك المشكله اساسا مش من الجلاد نفسها المشكله من الجلاد لا وقفوا شوي
لأن إحنا أول مرة كنا شخصناه قلنا لكم هي primary hypothyroidism ما تشوف تشخيصك في أساس كان عندك عالي والتي فور واضح فالآن في عندي primary hypothyroidism ما في عندك مشكلة في التيسير أول مرة Most of our patients are non-compliant with their medication. ما تفكروش إن المرضى كلياتهم والله واعيين وإدوكيتد. لا. تاني non-compliant أو مش compliant بالطريقة الصح زي ما حكى الدكتور. عن الثيروكسين figure of instruction. ماشي؟ نكون هذا الهرمون بيتعقب على وقت بعيد على الأقل ساعة قبل الحبة وساعة بعد الحبة ما في أكل أو شرب. تاني كده المرضى ونصحى منهم تأخذ. بعد ساعة تفرق قهوة. أما إذا تأخذ الثيروكسين ومباشرة تشرب قهوة وتفطر راح كل الأبزوربشن من الثيروكسين. فبالتالي نرجع نحكي نفس الشيء. نان كومبليس. تمام؟ شو الموست لايكلي كوز؟ نان كومبليس. طيب. المريضة تحكي لك لا والله أنا بأخذ الدواء. بأخذ الصح. بس في أسئلة تستحتاج. ممكن إذا كانت الدواء اللي بتاخذه هو بصيغة تي 4 ما يكون بتحول بالجسم لتي 3 صح كله دي يعني شيء صار كله إذا أنت حبيت هالدواء اللي هيبدأ يشتغل إذا خلص صار كله دي لا لا المريض أصلاً كنت كثير كان ماخذ الدواء walking ما خلص يتكيرك كمرتز فيه وباخذ الصح. الآن دراج انت معكشي مع الثيروكسين خلال 1 في 2 و 1 بس. يعني عليك. مال absorption. مال absorption. أنا ما عندي مشكلة باخذ الدواء ولكن الجسم مش عم يمتصه. مال absorption disorder. طيب. مريضة هاي هاي الثيروكسين. وعليكم السلام. الله أكبر. أوكي. مريض عندنا سيليك ديزيز فبالتالي فكر مريض الهايبوثيروغزين بس تحديد الثيروكسين يجاك بعدين في أساج عنده عالي هذا في انتر سيليك ديزيز ماشي يلا أعطيكم العافية